طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا هنتكلم النهارده، يعني هي مش محاضره ان شاء الله، مش هنطول، هي تلت ساعه بالكتير. يعني احنا بس هنعمل زي ديمونستريشن كده، لما يجي لنا حاله سسبكتد مايكارديتس في الام ار اي، فاحنا المفروض نتعامل معاها ازاي، تمام؟ لكن هي مش محاضره بالمفهوم بتاع المحاضره يعني. طيب، طبعا احنا عارفين دلوقتي ان الام ار اي هو الفيرست دايجنوستيك موداليتي اللي الناس اتجهت لها في الدايجنوسيس عامه بتاع النون اسكيميك مايكارديال انجري، ومن ضمنها حالات المايكارديتس. طيب احنا هنبدا بحاله جات لنا احنا في اسوان قبل كده، دي كانت، وده كومن سيناريو بقينا بنشوفه كتير جدا خصوصا في البوست كوفيد اريا. يعني هي 28 سنه، فيميل بيشنت، ما عندهاش اي ريسك فاكتورز اوف كورونري ارتي ديزيز، مش هايبرتنسيف، مش دايابيتك. جات لها اكيوت اونست اوف شورتنس اوف بريث، واتعمل لها ترون ثراسيك ايكو، لقوا ان في جلوبال هايبوكينيسيا وفي فانكشنال امبيرمنت في ال في. فالناس شكوا ان هي تبقى نون اسكيميك كارديومايوباثي كونها ما عندهاش اي ريسك فاكتورز دي كورونري ارتري ديزيز، فبعتت تعمل ام ار اي عشان نشوف ايه سبب الكارديومايوباثي. طيب، وجينا عملنا لها الام ار اي زي ما احنا شايفين في السني ايمجز بتاعتنا، فعلا هو في جلوبال هايبوكينيسيا، فانكشن سيفيرلي امبيرد، كانت تقريبا حاجه 20% 25% او حاجه زي كده. طيب، بيشنت زي دي احنا هنتعامل معاها ازاي؟ زي ما اتفقنا ان هي most probably هي تبقى نون اسكيميك كارديومايوباثي، فاحنا بناخدها ماشي هو فيابيليتي بروتوكول عشان نشوف ايه النوع بتاع الكارديومايوباثي، بس بيشنت زي دي هو مهم جدا في الايرا اللي احنا فيها، لازم نشك ان هي ممكن تبقى مايكاردايتس، تمام؟ فاحنا مشيناها كمايكاردايتس بروتوكول. طيب، واحنا عندنا من زمان قوي احنا ماشيين على الليك لويس كرايتيريا القديمه. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ثلاث حاجات اساسيين وحاجتين سبورتيف. اوكي، السبورتيف فيتشرز هي الفانكشن، تبقى في فانكشنال امبيرمنت، دي سبورتيف كرايتيريا، يبقى في بريكارديال افيوجن، دي سبورتيف كرايتيريا. الماوس باين صح؟ بعد كده دي حاجات بس سبورتيف بس مش داخله في الكرايتيريا، لكن الدايجنوستيك كرايتيريا للمايكارديتس هم الثلاث حاجات دول، يبقى في اديما، هيبقى في هايبريميا، هيبقى في فايبروسيس او سكار نون اسكيميك باتر، تمام؟ فهم دول الثلاث حاجات الاساسيين اللي كانوا داخلين في الليك لويس كرايتيريا، اديما، هايبريميا، وفايبروسيس. وكان عشان نشخص كنا محتاجين 2 اوت اوف 3، كنا محتاجين حاجتين من الثلاثه دول عشان نقول فعلا ان دي بيشنت اوف اكيوت مايكارديتس، تمام؟ وهي دي الكرايتيريا القديمه اللي احنا كنا ماشيين عليها. اول حاجه الاديما، طبعا احنا بنشوفها فين؟ في التي 2 ستير ايمجز، تمام؟ ثاني حاجه الهاي بريميا بنشوفها فين؟ في التي 1 دارك بلاد ايمجز بري وبوست كونترست، لازم ناخدها بري وبوست كونترست. وثالث حاجه بنشوف السكار اللي هو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، اوكي؟ طيب، فزي ما اتفقنا وجود حاجتين من الثلاثه دول ده كان بيشخص اكيوت مايكارديتس. طيب، هنمسك واحده واحده كده. اول حاجه المايكارديال اديما، زي ما اتفقنا احنا ممكن نشوفها كواليتيتيفلي كده، نشوف حاجات او ارياز في المايكارديال مديها هاي سيجنال في الستير ايمجز، فنقدر نقول ان دي فعلا ممكن تبقى ارياز اوف مايكارديال اديما، زي ما احنا شايفين هنا دي هاي سيجنال ارياز، اوكي؟ فممكن يبقى فيها مايكارديال اديما، بس احنا مش بنشخص بس كواليتيتيفلي، احنا لازم نعمل كوانتيتيف اناليسيس. الكوانتيتيف احنا بنشوف السيجنال انتنسيتي بتاعه المايكارديوم ان ريليشن للسكيليتال مسل، اوكي؟ يبقى احنا بنشوف السيجنال انتنسيتي بتاعه المايكارديوم بتاعه ار او اي في المايكارديوم ونقسمها على الار او اي بتاع السكيليتال مسل، لو الريشيو دي 2 او اكتر، هي اكتر من 1.9، ده بيكونسيدر از مايكارديال اديما، تمام؟ فده اول حاجه احنا عملناها. يبقى احنا بعد ما خلصنا السيني ايمجز احنا خدنا الستير ايمجز زي ما اتفقنا وحطينا ار او اي في السبتم وحطينا ار او اي في السكيليتال مسل، تمام؟ هو دي بس فور ديمونستريشن بس، واحنا شغالين المفروض بناخد ار او اي في كل السيجمنتس لحد ما نلاقي سيجمنت فعلا مديه هاي سيجنال انتست، تمام؟ فانا حاطط بس الصوره دي فور ديمونستريشن بس، نفس الكلام اللي عملناه هنا المفروض بنعمله في كل السيجمنتس، تمام؟ ده على البكسيرا بالظبط. بالظبط، احنا بناخد المين فاليو اللي عندنا 119، دي كانت السيجنال انتنسي بتاعه المايكارديوم، والسيجنال انتنسي بتاعه السكيليتال ماسل كانت 26. اوكي، فاحنا هنعمل ايه؟ هنقسم 119 على 26، طلعت الريشيو 4.4. دي سيجنال انتنسيتي. غالبا كده يعني، هو بس يعني مش عارف يعني، هو التوشيبا 1000 وشويه بالظبط. ده الفيور بالظبط، ده الفيور بس ده جهاز سيمنز. هو لا، هي غالبا هتبقى الفرق في الجهاز غالبا يعني، ده سيمنز، ده سيمنز ماشين، فهو الارقام بتاعته مديها 100 200 300. التوشيبا مدي 1000 2000. حسب البند. ريشيو مش ارقام بالظبط. فهي فعلا هي محطوطه ريشيو مش ارقام، فهي الفكره ان احنا بنورمالايز عشان كده. ان هم حتى كاتبينها في البيبرز ان احنا بنورمالايز السيجنال انتنس بتاعت المايكارديوم بالنسبه للسكيليتال مسل. اوكي؟
تمام، فده اول كده كريتيريا عندنا من ليك لويس كريتيريا هي المايكارديال اديما في العينه بتاعتنا، وطلعت فعلا السيجنال انتنستي اكتر من 2 او اكتر، فهي 4.4، فده سيجنفايز ان في مايكارديال اديما. تمام، دي اول خطوه. طيب تاني خطوه الهاي بريميوم. زي ما اتفقنا احنا بناخد الهاي بريميوم في التي 1 دارك بلاد ايمجز، بناخدها قبل الصبغه وايرلي بعد الصبغه. ايرلي دي اللي هي زي التوقيت بتاع الايرلي جادولينيوم من 3 ل 5 دقائق تقريبا. تمام، وبرده نفس الكلام احنا بنورماليز السكيلت المصل، فاحنا في قياسات الهايبريميا شويه معقده اصعب شويه من الايه من الايديما، ان احنا بنقيس ثلاث حاجات. اوكي، احنا اول حاجه بنشوف الابسوليوت هايبريميا بتاعه المايكارديوم، بعد كده بنقيس الابسوليوت هايبريميا بتاعه السكيلت المصل، بعد كده بنطلع الريليتيف هايبريميا. اوكي، يبقى هما ثلاث قياسات المفروض بيتعملوا في الهايبريميا. طيب اول حاجه الابسوليوت مايكارديال هايبريميا اللي هي عباره عن ايه، اللي هي البرسنتج اوف انكريس، يعني السيجنال انتنس بتاعه المايكارديوم قبل الصبغه كانت كام وبعدين بعد الصبغه بقت كام. اوكي، البرسنتج اوف انكريس ده اللي احنا بنحسبه، بنطلع بيه الابسوليوت مايكارديال هايبريميا. اوكي، فهي معادلتها سهله، اللي هي المعادله بتاعه البرسنتج اوف انكريس هي الفاليو الاند فاليو اللي هي البوست ناقص الانيشال فاليو على الانيشال فاليو في 100. اوكي، فاحنا بنطلع كده الابسوليوت مايكارديال هايبريميا. نفس الكلام اللي عملناه بالظبط هنعمله في السكيليتال ماسل، يبقى احنا هنطلع برده الاند فاليو بتاعه السكيليتال ماسل ناقص الانيشال فاليو على الانيشال فاليو في 100. اوكي، يبقى احنا طلعنا كده الابسوليوت هايبريميا بتاعه المايكارديوم، طلعنا الابسوليوت هايبريميا بتاعه السكيليتال ماسل، هنقسم ده على ده عشان نطلع الريليتيف هايبريميا، يبقى ده النورماليزيشن بتاع المايكارديوم بالنسبه للسكيليتال ماسل. اوكي، يبقى دول الثلاث قياسات اللي بيتعمل. طيب احنا بناخد مين فيهم؟ بناخد الاثنين. تمام، طيب ارقامنا ايه؟ اول حاجه الابسوليوت هايبريميا اللي هي 4 او اكتر في الجي اي او فيليبس، و5 او اكتر في سيمنز. اوكي، دي اللي هي الابسوليوت هايبريميا. طيب ده رقم واحد. طيب امتى ناخد الريليتيف هايبريميا او ليه بناخده؟ علشان زي ما دكتوره سوا كانت بتقول دلوقتي عينين كتير جدا من المايكارديتس بيبقى عندهم مايوسايتس. اوكي، فاحنا لو خدنا بس الابسوليوت ريشيو فاحنا هنلاقي ان سوري لو خدنا بس الريليتيف ريشيو هنلاقي ان الايه ان المايكارديال سيجنال بالنسبه للسكيليتال سيجنال مش هتفرق. ليه؟ لان المايكارديوم سيجنال انتنس بتاعته زادت بعد الصبغه، والسكيليتال ماسل السيجنال انتنس بتاعته زادت بعد الصبغه برضه. اوكي، فهنلاقي المحصله في الاخر ان الريشيو مش هتفرق. اوكي، عشان كده في حالات الكو اكزيستنج مايوسايتس احنا بنعتمد على الابسوليوت ريشيو مش على الريليتيف ريشيو. ماشي، طيب امتى بنعرف ان حصل فيه مايوسايتس؟ لو السيجنال لو الابسوليوت سيجنال انتنس بتاعت السكيليتال ماسل زادت اكتر من 20%. اوكي، يبقى لو الابسوليوت سكيليتال ماسل سيجنال انتنس بتاعت السكيليتال ماسل دي المعادله دي طلعت 20% او اكتر، ده معناه ان في مايوسايتس. اوكي، فاحنا في هذه الحاله بنعتمد على الريليتيف هايبريميا مش على الابسوليوت هايبريميا. اوكي، طيب الابسوليوت هايبريميا دي اكتر من كام؟ اكتر من 45%. يبقى احنا محتاجين، يبقى احنا زي ما اتفقنا الريليتيف هايبريميا الريشيو بتاعه المايكارديوم للسكيليتال ماسل 4 واكتر في الجي اي والفيليبس، 5 واكتر في سيبس. اوكي، طيب الابسوليوت مايكارديال هايبريميا لو اكتر من 45%. واضحه ولا فيها لخبطه؟ ماشي الكلام. يبقى احنا اول حاجه هنحسب الابسوليوت مايكارديال هايبريميا، ثاني حاجه هنحسب الابسوليوت سكيليتال ماسل هايبريميا، ثالث حاجه هنطلع الريليتيف هايبريميا. الريليتيف هايبريميا اللي هي 4 او اكتر في جي اي وفيليبس، 5 او اكتر في سيمنز، الابسوليوت هايبريميا اللي هي اكتر من 45%. تمام، طيب تيجي نطبق اللي احنا عملناه. احنا بناخد التي 1 ويتد ايمجز اللي احنا مطلعينها بري كونترست، ونفس السلايس بالظبط في البوست كونترست. اوكي، بعد كده بنحط ار او اي في السبتم في البري كونترست وفي نفس المكان بالظبط في البوست كونترست. اوكي، وبعدين بنحط ار او اي في السكيليتال ماسل بري كونترست وفي نفس المكان بالظبط في البوست كونترست. تمام، هيطلع عندنا ايه؟ هيطلع عندنا اربع ارقام. اوكي، يبقى دي السيجنال انتنسيتي بتاعه المايكارديوم بري 196 اللي هي بقت بوست 489. اوكي، السيجنال انتنسيتي بتاعه السكيليتال ماسل اللي هي 273 اللي هي بقت بوست 371. تمام، طيب تيجي نعمل حساباتنا كده. عايزين اول حاجه نطلع الابسوليوت مايكارديال هايبريميا. ابسوليوت مايكارديال هايبريميا اللي هي ايه؟ اللي هي البوست او الاند فاليو ناقص الانيشال فاليو على الانيشال فاليو في 100. اوكي، يبقى احنا لو طرحنا 489 ناقص 196 على 196 في 100 تطلع تقريبا 149%. اوكي، يبقى دي الابسوليوت مايكارديال هايبريميا اللي هي قلنا لو اكتر من 45% يبقى في مايكارديال ايه؟ هايبريميا، هي طالعه 149%. طيب هنحسب الابسوليوت سكيليتال ماسل هايبريميا، يبقى هنطرح 371 من ال 273 على 273 في 100 هتطلع 36%. اللي قلنا لو اكتر من 20% ده معناه ان في مايوسايتس، فالعين ده العينه دي كانت عندها برضو مايوسايتس. اوكي، طيب هنقسم ال 149 على 36 عشان نطلع الريليتيف هايبريميا اللي هي طالعه هنا 4.1. في الريفرنس بتاعنا ده جهاز سيمنز، هي المفروض 5 واكتر.
بالظبط، فهي اقل من الكامسه، هي مش طالعه ريلاتيف هايبريميا مش طالعه. ليه؟ عشان في مايسايتس. اوكي، فاحنا في هذه الحاله هنعتمد على الابسوليوت مايوكارديال هايبريميا اللي هي 150%. ماشي الكلام؟ اوكي، بس هو المفروض نحسب الاثنين، يعني المفروض بنطلع تو فاليوز مش واحده بس. هنعتمد على الابسوليوت. انت مش هتنورماليز السكيلتال ماسل، لان السكيلتال ماسل دلوقتي فيها مايسايتس هي كمان. فالبري هيبقى البوست هيبقى اكتر من البري بكتير. هو كده بوست بالظبط، هي الابسوليوت هايبريميا هي بوست، والاثنين رقمين موجودين في الجايد لاينز. يعني سي ام ار جايد لاينز حاطين الرقمين الابسوليوت 4 او 5 او اكتر، والريليتيف 45 او 45% او اكتر. تمام؟ طيب يبقى كده العينه بتاعتنا احنا مطلعنا فيها مايكارديال اديما وطلعنا فيها هايبريميا، فهي حتى الان فولفيلنج تو كرايتيريا من ثلاثه، اللي هو كده هنشخص ايه؟ هنشخص مايكرو اكيوت مايكارديتس. تمام؟ طيب ثالث حاجه السكور، زي ما اتفقنا ناخد ديليت جادرين انهانسمنت عادي خالص، وده بيرفلكت طبعا لو في ايرفيرسبل مايكارديال انجري. السكار في المايكارديتس غالبا بتبقى فوكال، بتبقى سب ايبيكارديال لاير، لانها بتبدا بيري مايكارديتس، فهي دايما بتبقى جايه سب ايبيكارديال، وبتحب قوي الانفرولاترال وول بالذات. الانفرولاترال وول هو اكتر وول بيبقى افكتد بالايه؟ بالفايبروسس. تمام؟ فدي العينه بتاعتنا فعلا كان عندها فعلا فوكال سب ايبيكارديال انهانسمنت موجود في الانفرولاترال وول زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. اوكي، فده التيبيكال باترن بتاع الايه؟ بتاع الفايبروسس. وعلى فكره هو مش شرط يبقى سب ايبيكارديال، يعني هم لما كتبوها في الجايد لاينز هم كاتبين نون اسكيميك باترن. اوكي، فهي الموست كومن هو سب ايبيكارديال، بس ممكن تبقى ميد وول، ممكن تبقى ايفن ترانس ميورال، في بعض الاماكن تبقى ترانس ميورال بس مش تريتوريال. اوكي، فهي بس مش واخده تريتوريال سبلاي او اسكيميك باترن. تمام؟ بالظبط. طيب فدي العينه بتاعتنا احنا اتعاملنا معاها ان هي مايكاردايس بروتوكول، خدنا لها الايديما ايمجز طلعت فعلا بوزيتيف فور مايكارديال ايديما، خدنا لها الهايبريميا ايمجز طلعت فعلا بوزيتيف فور هايبريميا، خدنا لها السكار طلع فيها سكار، فهي فولفيلنج 3 اوت اوف 3 حسب الاولد ليك لويس كريتيريا. تمام؟ طيب وده البروتوكول بتاع الجايد لاينز، حاطين نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط. احنا بناخد اي عيان بروتوكول مايكارديتس، هناخد الاناتومي اللي هو اللوكيتورز، هناخد السيني ايمجز اللي بيفانكشن، بعد كده هناخد الثلاث حاجات اللي قلناهم الايديما والهايبريميا والليك جادرينيوم انهانسمنت. تمام؟ طيب ده كده الاولد كرايتيريا. طيب في 2018 طلعوا نيو ليك لويس كرايتيريا، غيروها شويه. تمام؟ زي ما اتفقنا احنا في الاولد كرايتيريا كانوا ثلاث حاجات، الايديما الهايبريميا الفايبروسس. اوكي؟ في النيو كريتيريا لا، هم قسموا مجموعتين، قسموا البيشنتس او قسموا سوري السي ام ار سيكونسز لمجموعتين، في تي 1 بيست سيكونسز وفي تي 2 بيست سيكونسز. اوكي، التي 1 بيست جروب ثلاث حاجات، حاجتين بالتي 1 مابينج اللي هو النيتف تي 1 فاليوز والاي سي في، الاثنين دول بيطلعوا بالتي 1 مابينج. اوكي، والسكور اللي هو اللي جادرين انهانسمنت، فالثلاثه دول تبع التي 1 جروب. اوكي، التي 2 جروب حاجتين اثنين، التي 2 مابينج شوف التي 2 مابينج فاليوز والايديما او الستير ايمجز. اوكي؟ طيب. الايديما هي الايديما والفايبروسس، شالوا الهايبريميا. شالوا الهايبريميا من الكرايتيريا. بالظبط. المابينج ده يا ايه هي الطريقه ان احنا بنحسب بيها التي 1 ريلاكسيشن تايم اوف ذا مايكارديوم والتي 2 ريلاكسيشن تايم اوف ذا مايكارديوم. اوكي؟ طيب في التي 1 مابينج احنا بنقدر نطلع تو فاليوز. لما بندخلها على البوست بروسيسنج ستيشن بنطلع تو فاليوز. بنطلع التي 1 تايمز اللي هو النيتف تي 1 وبنطلع الاكسترا سيريال فوليوم في اللي هو الاي سي في، هما دول التو كرايتيريا اللي داخلين. والتي 2 بندخله على البوست بروسيسنج نطلع التي 2 ريلاكسيشن تايمز اللي هي الاي تي 2 فاليوز. اوكي، كل ده بالملي سكند، هو تايم دي ارقام بتطلع بالملي سكند، والاي سي في بيطلع طبعا برسنتج. تمام؟ طيب فدي المجموعه بتاعت التي 1 ودي المجموعه بتاعت التي 2. طيب عشان نشخص، احنا في الاولد كرايتيريا كنا بنقول 2 اوت اوف 3، في النيو كرايتيريا بنقول 2 اوت اوف 2. يعني ايه؟ يعني لازم اتليست واحده من الجروب ده مع اتليست واحده من الجروب ده. اوكي، يبقى لو واحده هنا زي مثلا اي سي في عالي مع تي 2 مابنج عالي مثلا، ده يشخص مايكارديتس، واحده من هنا وواحده من هنا. اوكي، لكن لو اثنين من نفس الجروب لا، يعني لو طلعنا نيتف تي 1 عالي واي سي في عالي بس ما فيش تي 2 ما فيش اديما، لا ده ما يشخصش، يبقى كده 1 كرايتيريا من الايه؟ من المايكارديتس. عشان كده هم بيقولوا 2 اوت اوف 2. اوكي، طيب ودي السنه اللي بعدها على طول في راديولوجي كارديو ثراسيك ايمجنج طلعوا بيبر لطيفه جدا، قارنوا ما بين الاولد كرايتيريا والنيو كرايتيريا، الاولد والنيو ليك لويس كرايتيريا. طلعوا ان السبيسيفيستي بتاعت الاثنين واحده 96%. اوكي، فقدره الكرايتيريا دي ان هي تنفي تقول ان ده مش مايكارديتس ثابته في الاثنين. انا اقدر سواء اعتمدت على الاولد او النيو كرايتيريا اقدر اقول العينه دي مش مايكارديتس بنسبه 96%. لكن ارحمكم الله، لكن السنسيتيفيتي بتاعت النيو ليك لويس كرايتيريا كانت اعلى بكتير جدا من الايه؟ من الاولد، كانت 87% بالمقارنه بال 72%. فهي عشان تشخص مايكارديتس كانت احسن في التشخيص ده النيو كرايتيريا اكتر من الاولد كرايتيريا. وحطوا الكات اوفس اللي احنا ماشيين عليها
في الايه في الفاليوز اللي احنا قلناها. فاحنا قلنا في التي 1 جروب اللي هو النيتف تي 1 لو الفا واكتر يبقى الفا واكتر ملي سكند ده كده يبقى بوزيتيف. الاي سي في لو 29 او اكتر اوكي ده كده الايه وطبعا الفايبروسيس ده كده تي 1 جروب. التي 2 جروب اللي هو تي 2 مابنج لو 56 او اكتر اوكي والاديما طبعا الستير زي ما اتفقنا نفس الايه نفس الريش اللي هي 91 ماشي الكلام. يبقى دول الثلاث ارقام الزياده اللي طلعوا في النيو كريتيريا التي 1 مابنج الفا او اكتر الاي سي في 29 او اكتر والتي 2 مابنج 56 او اكتر تمام. وزي ما اتفقنا السنسيفيتي السبيسيفيسيتي بتاعتهم كانت واحده 96 في الاثنين لكن السنسيفيتي بتاعت النيو كانت اعلى من الايه من الاولد ماشي الكلام. طيب نفتكر العينه بتاعتنا اللي كنا مطلعينها فعلا بالاولد كريتيريا اكيوت مايكارديتس عملنا لها برده نيو كريتيريا عملنا لها التي 1 مابنج والتي 2 مابنج ومطلعين فعلا الفاليوز بتاعت العينه دي كانت عاليه كلها يعني تي 1 نيتيف اهو كلها اكتر من 1000 1200 1300 في كل السيجمنتس تقريبا والاي سي في بتاعها كان برده اكتر 36 اهو كله في ايه في كل السيجمنتس وحتى تي 2 فاليوز بتاعتها كانت 60 اكتر من ايه من 56 اوكي. فهي العينه دي كانت بين اولد وبين نيو كرايتيريا هي بوزيتيف فور اكيوت مايكوبلايتس ماشي الكلام. طيب دي بيبر برده كانت دكتوره سهى بعتتها لنا لطيفه جدا دي لسه طالعه في اخر 2020 بقى لها سنه تقريبا. هم عملوا ايه؟ هم جابوا 102 عيان مايكارديتس اوكي وقسموهم ل 3 جروبس حسب البرزنتيشن. هو دايما عيانين المايكارديتس بيجوا بحاجه من ثلاثه يا بيجي بهارت فيلير اوكي اللي هو سموه كارديو مايوباثيك جروب يا اما بيجي باكيوت شست بين وول موشن ابنورماليتي وتروفون بوزيتيف كانه بالظبط ميميكينج الاكيوت ام اي فده الانفاركت لايك جروب اوكي يا اما بيجي بارثميا فنتريكلر تاكي ارثميا اوكي. فدي 3 برزنتيشنز اللي ممكن عيان المايكارديتس يجي بيهم يا اما كارديو مايوباثيك جروب يا اما انفاركت لايك يا اما ارثميا تمام. وقسموهم الثلاثه جروبس دول كان اكترهم طبعا العيان اللي العيان اللي جايين بشيست بين كان 54 عيان الكارديو مايوباثي كان 28 عيان والاريزميا كانوا 20 عيان. طيب وعملوا في البيشنتس دول الاولد والنيو كرايتيريا طلعوا بايه بقى؟ طلعوا ان الانفاركت لايك سوري طلعوا ان النيو كرايتيريا كانت احسن في الكارديو مايوباثي جروب اوكي طلعوا السنسيفيتي بتاعتها 66% بالمقارنه بالاولد جروب او الاولد كرايتيريا اللي هي كانت 41%. وعايزوا ده ان هو ده نتيجه ان في الكارديو مايوباثي جروب ده هارت فيلير فبيبقى فيها ديفيوز انفلتريشن او ديفيوز فايبروسيس وديفيوز مايكارديال اديما فالعينين دول كان المابنج فيهم احسن من الايه من التي 1 البيسك والتي 2 البيسك اوكي. فالعينين دول استفادوا اكتر بالمابنج تي 1 والتي 2 مابنج عشان كده السنسيفيتي بتاعه النيو كرايتيريا كانت اعلى بكتير من الاولد كرايتيريا ده في الكارديو مايوباثي جروب. في الانفاركشن جروب ما فرقتش ده بيبقى فيه اكيوت انفلاميشن واكيوت تشست بين والكلام ده كله فالعينين دول فعلا بيبقى عندهم هاي بريميا وعندهم اديما فالاولد كرايتيريا قدرت تجيب فعلا العينين دول كويس زيها زي النيو كرايتيريا فكانت تقريبا نفس النسبه اوكي. الاريثميا جروب ما طلعتش في السنسيتيفيتي بتاعتهم كانت قليله سواء في الاولد او ريسنت جروب تمام. وطلعوا بكونكلوجن في العينين دول ان احنا برده مش هنستغنى عن الاولد كرايتيريا زي عندنا مثلا احنا لسه ما عندناش مابنج هل نوقف فحص مايكارديتس؟ لا مش هنوقف فحص مايكارديتس احنا بالامكان ان احنا نعتمد على الاولد كرايتيريا زيها زي النيو كرايتيريا بالظبط خصوصا في العينين بتوع الايه بتوع الانفاركشن عينين جايين بانفاركشن لايك الاولد كرايتيريا زيها زي النيو كرايتيريا في السنسيفيتي. العينين بس بتوع الكارديو مايوباثي والهارت فيلير المابنج فيهم احسن شويه بس بالامكان برده ان احنا يظل نعتمد على الايه على الاولد كرايتيريا تمام كده واضحه الدنيا. بس دي تيبس اند تريكس كانت موجوده برده في المايكارديتس جايد لاينز ان احنا العينين امتى عين مايكارديتس نعيد له الاسكان تاني بعد اسبوع او اسبوعين. اول حاجه لو ما فيش كرايتيريا خالص ما لقيناش فيه اي ام ار اي كرايتيريا بس هاي كلينيكال سسبشن اوكي يعني العيان جاي باكيوت شست بين جاي بتروبونين اليفيشن جاي باي سي جي تشينجز العيان ده غالبا وكرونري نورمال عملنا له استرا لقيناه نورمال العيان ده غالبا مايكارديتس فده هاي كلينيكال سسبشن وانا ما طلعتش اي كرايتيريا خالص في الام ار اي لا اعيده بعد اسبوع او اسبوعين لان ممكن يبقى بدري قوي فممكن الحاجات دي كلها تعلى تمام. او تاني حاجه لو العيان طلعنا كرايتيريا واحده اوكي فاحنا مش فولفيلنج لكل الكرايتيريا بتاعت المايكارديتس بس في كرايتيريا واحده لا ممكن تعيده بعد اسبوع او اسبوعين هيطلع ايه هيزيد الكرايتيريا تاني. فدول الريكومنديشن بتاعتنا ان احنا عيانين مايكارديتس نعيدهم امتى بعد اسبوع او اسبوعين تمام. وطبعا احنا عارفين لو في ار في انفولفمنت طبعا ده بيبقى باد بروجنوسيس واكتر مع الايه مع المورتاليتي تمام. بس والكونكلوجن طبعا الام ار اي حلو وجميل وهو الايه هو الموست اكوريت دايجنوستيك تول دلوقتي عشان تشخيص المايكارديتس وشكرا. شكرا. حد عايز يسال عن اي حاجه؟ بس الحاله دي اكيوت مايكارديتس لا مش لازم مع كورنيست لا هو ممكن الفايبروس يحصل مع الاكيوت مايكارديتس وما حطينا في كرايتيريا عشان كده يعني هي الكرايتيريا دي على فكره الليك لويس كرايتيريا بتاعت الاكيوت مايكارديتس مش كرونيك.
لا مش شرط، لا الفايبروزس في المايكروديتس ممكن يحصل ايرلي، ولو حصل بيبرزست، هي دي الفكره. فانت العيانه اللي هي الكرونيك مايكروديتس اللي هي بعد 6 شهور مثلا، انت مش هتشوفي فيها مايكارديال اديما ولا هتشوفي فيها هايبريمي، بس هتشوفي فيها فايبروزس، لان هو وانس حصل هايبرزست. لكن هو من الكرايتيريا بتاعت المايكروديتس ان هو بيحصل ايرلي جدا، بالظبط بيحصل فايبروز بدري جدا. تمام.